الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.